رح نحكي سر. سر قبل سنتين لما صدفت رحمة وسألت عن فارس أحلامها اللي شفتوها. هلا اللي طلع بشوي بحوار شو اسمه راضية، ما في داعي نطلعه، بس حنطلع الصورة اللي الصورة هذه الصورة دليل كان موجود هون معنا، كان موجود معنا أليكس. ها هذه الصورة. أيوة. هذه الصورة اللي ما عرضناها واللي ما أرجيناها لحدا. هذه بس خلاص أعطونا. أي هذه الصورة. لا خلاص شلونا إياها. أنتوا ليش مخبين على العالم؟ ما كنتوا عاملين شيء غلط؟ بالضبط. بس إحنا شنو بالضبط؟ أنت قلتي لي ما تقول. أنا ياخذ لساني. لا شوف إحنا يعني ما كنا نريد علاقتنا الشخصية هواي تكون على العلن ويكون محور الحديث مال ناس إنه رحمة وأليكس سوية ورحمة وما أدري شنو. شو المشكلة؟ ما انتهت ب. وطبعاً زوال. لا زالت. أنا طلعت بمقابلة قبل وسألوني إنه أنت راح تنزل دائماً ويا زوجتك. بصراحة وكل صراحة ما أحباني هذا الشيء. أشوف. بس حطيته على السوشيال ميديا. لأن مضطرين. مضطرين. مضطرين والله، لأن إحنا مطلوبين هيك. حاليا تزعجكم السوشيال ميديا؟ لا ما تزعجنا بالعكس، بس انا احب حياتي الشخصيه اضل حياتي الشخصيه. بعدين بعد سوري العلاقه عشان تتكلل على مود تتكلل بالنجاح لازم تحافظ عليها. ما يعني احنا لما احط على السوشيال ميديا اني مثلا اني وأليكس ايام ما كنا مخطوبين ما راح يعرف شخص وشخصين و100 شخص عامل لك فولو، انت في جماهير قاعد تتابعك يعني. نعم. فخليها سرية لحد ما الله يوفقك. وأنا احترمت هالشيء وقتها كان الصورة عندي ما عرضناها ما عرضناها. مضبوط. شوية طشرتنا. طويل وممثل. شفت شنو طويل وطويل. ممثل وحلو. ما هيك؟ هلا عندنا مشكلة، هي غيورة كيف وهو حليوة، كيف كنت حلو الموضوع؟ لا أنا مش غيورة على ولا شيء. أبداً؟ أبداً. بالعكس. يعني أغار لما يكون في شيء يستحق أني أغار عليه وهو بالمقابل نفس الشيء. بس في أشياء يعني بشغلة لا ما أغار. مين سبورتيف أكثر من الثاني للشغل؟ أنت ولا هي؟ اثنيناتنا والله. نعم. خليه يحكي. طيب طيب يلا أوكي. خليه بصراحة اثنيناتنا. بالله؟ بصراحة بكل صراحة. متى ناويين مثلا عائلة يكون أولاد ولا لسه ما حكيتوا بالموضوع؟ إن شاء الله بس نسوي العرس. أكيد بس حكيتوا بالموضوع يعني مثلا هو يحب الولادة في ناس تحب كثير. ثلاثة أربعة خمسة ستة ثلاثة الله. حلوين. بالويكيبيديا في شيء غلط عنك ولا كله صح؟ هواي غلط. أي هواي. شو الغلط؟ مواليدي. أنه حاطي لي 86 86 وفبروري ما أدري شنو وعدي 6 ملايين دولار عندك 6 ملايين دولار وما قايل لي؟ شوفي بعد كمان طشرنا ما قلت لك. يعني تفاصيل اسم حاطيني اسم غير سامي هم. اذا مشان هيك ما تصدقوا كل شيء بتشوفوه على يعني على السوشيال ميديا. بكل الاحوال اذا ما كان موثق